بزيرالدا من الناحية العسكرية الأولى. في البداية ورفقة قائد الناحية العسكرية الأولى ومدير المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، قام سيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتدشين مرافق جديدة على مستوى مركز الراحة العائلي بزيرالدا بالناحية العسكرية الأولى بحضور المراقب العام للجيش ومديرين مركزيين من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي. عقب ذلك تابع سيد الفريق أول عرضا مفصلا حول هذه المرافق الجديدة التي يأتي إنجازها تجسيدا للمشاريع الاجتماعية التي أقرتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي والرامية إلى تحسين أداء الهياكل الاجتماعية ورفع مستوى الخدمات المقدمة. بعدها قام سيد الفريق أول بزيارة المنشآت الجديدة، حيث استمع إلى شروحات وافية قدمها القائمون على إنجاز المشروع، كما عاين عن كثب النوعية العالية للمرافق المنجزة والتي يتم من شأنها توفير ظروف مريحة للمستفيدين. بالمناسبة هنأ السيد والفريق أول جميع المسؤولين نظير الجهود المبذولة من قبلهم في سبيل تسليم المرافق الجديدة في الآجال المحددة، كما حثهم على العمل من أجل المحافظة عليها والحرص على صيانتها باستمرار، لا سيما من خلال التحلي بالاحترافية والصرامة في التسيير، وكذا توفير كافة الظروف والوسائل الملائمة الكفيلة بتقديم خدمات ذات نوعية عالية.